كنعقل على عزيز كما grand professionnel فهمتي في التجربه اللي كنا عندنا في لاله فاطمه اللي دوزنا معاه ومع لاله خديجه فريمون كان عندنا ماشي غير جوج ديال الممثلين جوج ديال الممثلين كبار دي مونيومون كيف كنقولوا اللي دازوا من السبعينات والثمانينات بزاف ديال الحويجات في المسرح المغربي في التلفازه في السينما اي كي سون فينو سو ميتر او سيرفيس ديال دو بيرسوناج ان ابورتون des choses avec beaucoup de créativité, d'imagination. Tout l'année qui j'ai bougé quelque chose d'ida sur le plateau. Ou chiffrer les quoi? Tel d'abord, il a mis chez toi, tu vois, je te les images qu'adamiel la fait. Mais tu vois, chaque fois, il y a des actuels qui te parlent. Le Maghreb dit lui. Donc, c'est une perte et c'est une perte d'un frère, ou d'un ach, ou d'un ab. هذا الفنان كبير اللي ما عمره غادي ينساو انا بالنسبه لي ما عمره غادي ينسى وكنعقل اخر سؤال اللي كنعقل هو ملي مشيت نشوفو هادي شاط قريبا عنده في الدار وكان فرحان كان واحد الابتسام كان واحد الامل المستقبل ما عمره كان فهمتي ما يسو بلانيي دو ريان كان كيتيق المستقبل كنت كيتكلم ليا داك النهار على لي بروجي ديالو شنو نقدروا نديروا دون لافنيير و باسكو بور لوي هاد المرض غادي يدوز وحنا كاملين كنا كنفكروا بحال هكاك دونك شكوا عيني ملي كان كيتكلم على المستقبل كنت في البيو واحد السيد خدام معايا صيفط لي ان ميساج وقلت له ما يمكنش منين سمعتي هادشي قال لي اصبح كونفيرمي لك اي ملي كونفيرمي ليا ما نقدرش نثق هاد الخبر شي حاجه جاتني امبوسيبل بالنسبه للامل حاجه اخرى بالنسبه للانتاج والاخراج وهذيك لي تورناج كان داكشي صعيب بزاف لقاش بطبيعه الحال ما كنا نقدروش نصوروا كاع ينعيين ثلاث شهور واقيلا ياك والفنانه خصوصا الممثلين لي زيكيب تكنيك اللي خدامين معنا كانوا جالسين دونك هذاك الشيء سافا ليسي دي تراس فهمتي ما صعيب دابا اليوم عاوتاني باش نرجعوا في لي تورناج وباش بحال شي واحد اللي ما خدامش 3 شهور ولا 4 شهور ما يمكنش يخرج من هذاك الشيء بطريقه عاديه دونك ضروري كانوا شي صعوبات بزاف ونتمنى اللي كنتمناو دابا نقدروا نرجعوا للخدمه والتصوير ماشي كيف كنا كنديروا ولكن على الاقل الناس نخدموا الناس هادشي اللي مهم بزاف دابا